بسم الله الرحمن الرحيم. شو سؤالك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وانا قابل سيد خالف سيد يوسف سيد هاشم الرفاعي. السيد، شو رايك بدخول المرأة الجيش؟ الجيش اقول ما شاء الله. شاء الله. انا بيوم وفاه الله يرحمه كان صديق الوالد الوزير نائب رئيس الوزراء وصار وزير الدوله مثل يدك السيد هاشم بن احمد الرفاعي، بيوم وفاته كنت رايح لمقبره صليبي خان، فبعد ما دفناه الله يرحمه والجميع، فوانا معزي فانا ماسك كيس، يعني كله معي كيس فيه كتب وكذي، شافني جاي يقول لي هلا هلا سيد، هو نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع. عرفك يعني؟ ابوه كان الشيخ ابو العلي علم من اعلام دوله الكويت، وصل لرئيس وزراء كان مرشح امير. فقال لي هلا، وقلت له هاي كتب الوالد وعطيتها كم واحد، حتى قال لي وزع يا سيد. فسالته انا قلت له ودي اقابلك بس هو شيخنا الصباح هذا بالفيديوهات. المهم ان انا قلت له انا ايدك بالفكره، لان ذكر درس يدك ابو عقب رفاعي المنصوري كان يقول للصحابيات وغيرهم من اهل البيت كانوا يساندون المسلمين ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالحروب. فقلت له انا يعني كفكره ما افتي فيها انه كانوا يساندون، واحنا المره نبيها تنطلق بدوله الكويت، يعني صارت الحين قاضيه وباكر ان شاء الله عندنا وزيره ويصيرون نواب. ولكن يقول لنا ما يصير المراه تحمل السلاح، هذا حرام. والله انا قلت لك ما اقدر افتي، نبي العلماء يفتون كل المذاهب. هي الفتوى الكويت افتت انه يجوز دخول الجيش ولكن بدون حمل السلاح. اي بس هو يعني باكر يمكن تتغير الفتوى. يعني اول ما كانوا يقولون المراه ما تدش البرلمان، وبعدين افتوا وقالوا دي يجوز. اي صح، اي يعني باكر تتغير. فهي لان اعداد الحريم كان يدك يقول بيعقوب كبيره، فلازم يستفيدون منهم بالاماكن. يعني بالتدريس اول كانوا عفوا كل ما شاء الله، بالابتدائي ما كان يو خلوا الكويتيات هم امسكوا المدارس الابتدائيه البنين، يستفيدون منهم عددهم الحين صار مدرسين. اي مدرسات يستفيدون منهم. صح. فهم الحين يمكن باكر هم يعني حتى يتحولون من تمريض لغيره، يمكن انهم يعني حتى تصنيع السلاح المره ذكيه وايد براءه اختراع. صح، وقول ما شاء الله. صح.